مرحبا مواليد برج الأسد، كيف بده يكون شهر حزيران يونيو 2024؟ هذا شهر مميز لمواليد برج الأسد، كل مواليد برج الأسد، الحظوظ اللي عندكم إياها هذا الشهر كمان حلوة، كتير قوية، كتير مهمة، بتساعدكم من أول شهر لآخره، في نشاط كتير قوي، في حركة كتير قوية، ما رح تكونوا لحالكم، بالعكس حتى المجموعة رح بتساعدكم، رح بتحسوا إنه في تعاطف معكم أكثر، وفجأة وكأنه لما بدكم ورقة، بدكم معاملة، بدكم اتصال تواصل مع حدا، فجأة بتلاقوا ان الامور عم تركض ركض وعم تزبط مثل ما انتم بدكم. السبب الرئيسي هو انه هالتسهيلات كلها رح تلمسوها بالجزء الاول من الشهر، يعني من تاريخ 1 حتى منتصف ليل 2021. ليه؟ لانه الشمس رح بتكون برج الجوزاء الى جانب عطارد، الى جانب الزهره، الى جانب المشتري، وطبعا في عنا قمر جديد ببرج الجوزاء بتاريخ 6. هذا معناتها رح بيكون في دعم هائل لكم، وباول 9 ايام، اول 8 ايام من شهر حزيران يونيو، كوكب المريخ موجود ببرج الأسد، لا شيء أقوى بهذه الفترة الجزء الأول من مواليد برج الأسد. طبعا عندنا مواليد أخرى لكن أنتم من الأبراج القوية جدا. في عندنا هالقمر الجديد بتاريخ 6 يلي يقع إلى جانب تأثيرات المشتري والزهرة والشمس وعطارد، رح بيساعدكم هذه الفترة، رح بيساعدكم هالقمر الجديد لحتى تكتشفوا ويسقط القناع عن الأشخاص يلي مفكرين حالهم أو بيدعوا إنه هني أصدقاء أوفياء. بتكتشفوا مجال جديد بتحبوا، رح تحبوا إنكم تنطلقوا بمجال جديد، بهواية معينة، بلقاء معين، بالانضمام لمجموعة معينة، أو بتكتشفوا إنه هالمجموعة ما بقى تحبوها، بدكم تروحوا إلى مجموعة أخرى، إن كانت سياسية، إن كانت اجتماعية، إن كانت فلسفية، إن كانت رياضية، شو ما كانت، إن كانت يمكن نادي رياضة بكون ضموا له، أو نادي يمكن أدب مثلا، يعني المهم بتلاقوا حالكم انه فعلا حابين تنضموا الى مجموعه معينه لتكونوا معها لتشعروا بهالناس اللي من حولكم. طبعا فيكم ايضا تتعرفوا على ناس كثير مهمين تقووا الروابط اللي عندكم اياها، فبعتبر الجزء الاول من شهر حزيران يونيو هو جزء كتير ضروري انكم تركزوا عليه، لانه رح بيساعدكم، رح تلاقوا مين يساعدكم، رح تتعرفوا على اشخاص وعلاقات كتير مهمة بتقدر يوما ما تكون فعلا الى جانبكم. دعم اللي هو مغزى هذا الشهر هو دعم العلاقات العاطفية العائلية، ترجعوا تمدوا الجسور بينكم وبين الاخرين. بيرجع في عنا الجزء الثاني، الجزء الثاني اللي هو من تاريخ 21 حتى تاريخ 30. في عنا بهذا الشهر الشمس موجودة برج السرطان، وعنا عطارد برج السرطان، فينوس برج السرطان، لكن اللي بيهمني أكثر شيء إنه وجود الشمس في برج السرطان وعطارد برج السرطان نوعا ما رح بيخلوكم تبتعدوا شوي عن العجقة والضجة. كل العجقة والخبصة واللي صارت بأول 3 أسابيع نوعا ما رح يختزلها العشر ايام الاخيره، تختزلها وتقلكم اوكي يلا حصتوا ورحتوا وجيتوا وعملتوا وطلعتوا ونزلتوا، هلا الايام العشره الاخيره لحتى تغطوا، لحتى توصلوا الى هدفكم. يلي بده يسافر بيسافر بال3 اسابيع الاولى، بالعشر ايام الاولى بيكونوا اوريدي وصلوا الى المكان الوصول، بحطوا رحالهم وبيتأقلموا مع الجو، لأنه الجو شوي هادي، الطاقة اللي فيه شوي خفيفة لكنها جيدة. ليه؟ لأنه الزهرة موجودة هونيك ورح بيساعدكم، رح بيخلي الجو يكون حميم، رح بيخلي الأجواء تكون هادية ورومانسية وصحيح بطيئة، لكن في شوية إيجابيات بالأجواء، دافئة وحلوة وغنية بالرومانسيات للأشخاص اللي حابين يسافروا. في عنا بهذه الفترة قمر مكتمل في برج الجدي، وذلك بتاريخ 22 يلي هو البيت السادس، بدكم تنتبهوا للأمور الصحية، الأمور المهنية انتبهوا، يمكن يطلع لكم شيء فجأة أنتم مسافرين أو أنتم بالبيت أو أنتم نوعا ما بشغل عم تشتغلوه، فجأة بتطلع فكرة، بيطلع مشروع وبتنحطوا بالموضوع وبتحسوا حالكم انتو فعلا يمكن ما بقى فيكم تتحملوا هالقد شغل، بدكم فعلا ترتاحوا، بدكم انه توقفوا شغل تاخدوا فاكيشن، ففعلا انتبهوا لهذه الامور خاصة الامور الصحية، اذا حسيتوا حالكم تعبانين ارتاحوا. المسألة الوحيدة المزعجة هو بلوتو في هذا الاسبوع، هذا الشهر.
انا ما بتضايق من الشمس لما بتكون ببرج السرطان لإلكم، لانه عم تبرم على كل الابراج، وكل برج رح يمرق بفتره بحس فيها بفتره ركود. لكن بلوتو ما فينا ما نذكره لانه عم بيعاكسكم. كوكب بلوتو هلا عم بيتراجع وعم بيشكل شويه معاكسات عند 23 24 و25 تموز يوليو، يعني رح ببلش التاثير الصعب عند 25، بيرجع عند مواليد 24، اخر شيء بنهايه الشهر بيكون قرب عند 24 25 تموز يوليو، فبدكم تنتبهوا لاستقرار علاقاتكم. ومن غير اشياء كل هذا الشهر بعتبره ممتاز، لكن رجاء انتبهوا لنوعيه الوقت، الجزء الاول والجزء الثاني. مواعيدكم، اشغالكم، بدكم نتائج الجزء الاول. بنروح للايام الاكثر حظا والاقل حظا. التوقيت رح اعطيه توقيت عالمي، بتزيدوا 3 ساعات تاخذوا توقيت بيروت. بلش مع الايام الاكثر حظا، تاريخ 1 من 3:30 فجرا حتى تاريخ 3/6 صباحا. تاريخ 9 القمر ببرجكم من الساعه 7:30 المساء حتى تاريخ 12 الساعه 5:40 فجرا. تاريخ 19 من 6 من 4:30 بعد الظهر حتى تاريخ 21/11 المساء. تاريخ 28 من 9 صباحا حتى تاريخ 30/12 الظهر. نروح للايام الاقل حظا او الاكثر توترا. تاريخ 3 من الساعة 6 صباحا حتى تاريخ 5 9 الا 3 صباحا. تاريخ فارغ من الحظوظ من الساعة من تاريخ 7 الساعة 1 الا ربع الظهر حتى تاريخ 9 7:30 المساء. تاريخ 17 من الساعة 7 الا 3 صباحا حتى تاريخ 19 4:30 بعد الظهر. تاريخ صعب، كونوا حذرين، تاريخ 24 من الساعة 3:15 فجرا حتى تاريخ 26 6:10 صباحا. تاريخ متقلب شوي هو تاريخ 30 ابتداء من الساعة 12 الظهر وأول أيام حتى أول أيام تموز يوليو. تابعوني مع الأبراج اليومية والأسبوعية للمزيد من التفاصيل. باي باي.